نرجع للمتهم اللي قال راح المرحلة الرابعة وهي الفكر الجهادي. ما تفسيرك لهذا التطور؟ وما هو مضمون هذا المعنى الفكر الجهادي؟ انت بتقول شهادة حق امام الله. ايوه نعم. ان كان لديك معلومة وهتحبسها فانت مسؤول امام الله. حضرتك انا لما سألتني الامام والخليفة انا جاوبت بما اعلم ان هذا واجب على كل مسلم. ان يعرف مين خليفته ومين ولي امره ومين. انا ده حاجة بعرفها زي ما قلت لحضرتك. انا مهمتي الاساسية ان انجو من النار. ثم ان اساعد من استطيع في النجاة من النار. اما مسألة ان هو تكفيري او جهادي او غيره هذا شأنه. هو بحث وقرا ما اعرفش. انا لا ادري. هو يسأل عن هذا. لا قلت ايه؟ لا اعلم. وهو يسأل عن هذا. قرر احد المتهمين ايضا بالتحقيقات